البرنامج الثانوي اللي كنقسموه على طيله السنه اللي فيه جمعيات روتاراك، جمعيات اي ام جي ودريمز هوب. هاد الجمعيات كنشطوا طيله السنه بحيث كنقوموا بزيارات اوليه للمناطق النائيه، المناطق المتضرره، المناطق اللي كتكون فيها تساقطات ثلجيه اللي كتكون فيها ضرر الساكنه، وكذلك مع الظروف ديال الكوفيد اللي زادت المعاناه ديال الساكنه بفقدان العمل ديالهم. كنحاولوا كنضبطوا هادشي مع الجمعيات الخاصه بهاد المناطق، هما اللي كيعطيونا بعض المعلومات الاوليه، هي اللي كنبنيو عليها العمل ديالنا. من بعد الزياره الاولى كنسقوا مع السلطات المحليه للترتيبات الاوليه، لا مع المندوب الصحه، لا مع السلطات المحليه، السيد القائد العماله، يعني جميع المتدخلين في المنطقه. من بعد كنحاولوا ما امكن كنشوفوا الشركاء ديالنا باش كنجمعوا، يعني كنجمعوا دوك لي دون، دوك المساعدات على حساب اللي غيحتاجوهم من المنطقه، يعني ماشي اي مساعده ممكن تجيبها معك للمنطقه على حساب الحاجيات. هذه المرحله الثانيه. المرحله الثالثه هي مرحله اللي كنقوموا بها دابا، مرحله التوزيع اللي كنسقوا فيها مع الجمعيه الرسميه اللي كتقوم بتوزيع الناس المحتاجين، الناس اللي عندهم بعض الضرر، الناس اللي كيسكنوا مورا كما تيقولوا في مناطق نائيه، مورا الجبل، وراء الجبل، اللي كيحاولوا ما امكن يتنقلوا. علاش بالضبط هذه المنطقه؟ لانه هو المقر الرئيسي ديال الجمعيه، لان الجمعيه كتضبط لنا جميع الامور والترتيبات. المساله الثانيه اللي غادي نشير لها هي هذه القافله، فيها قافله اجتماعيه وقافله طبيه، بحيث حاولنا نستنى باش نجيبوا معنا 22 طبيب من عده تخصصات، منها طب الاطفال، النساء، طب العام، طب الاسنان، اللي الان كيقوموا بالمهام ديالهم في المقر ديال الجمعيه. هي في نفس الوقت التوزيع، وفي نفس الوقت نحاولوا ما امكن نساعدوا الساكنه في هذه الترتيبات اللي وجدنا من قبل. كيف ما شفتوا هذه التظاهره، راه الحمد لله يعني عندنا واحد قافلات، قافله طبيه وقافله انسانيه، اللي الحمد لله يعني استفدت واحد 350 حتى 450 ديال المستفيد في هذه القافله، يعني بجميع يعني واحد اربعه ديال الاختصاصات، يعني عندنا الطب العام والطب الاسنان والطب الاطفال وطب النساء، والحمد لله يعني كما تشوفوا راه الحمد لله الامور كلشي مزيان والناس استفدوا، وعندنا تقريبا واحد 100 ديال مستفيد ديال القفا، يعني الحمد لله كل شيء الامور بخير وعلى خير. وكنشكروا يعني جميع الحضور، الناس اللي حضروا معنا هنا وانضموا معنا هذه التظاهره، والتظاهره الحمد لله يعني دازت بشكل جيد وشكل مزيان، ويعني تنشكر جميع اللي حضر معنا، وكنتمنوا ان شاء الله يعني مزيد من التالق ان شاء الله. الحمد لله يعني الامور راه كل شيء مزيان، وكنشكروا يعني السلطه المحليه على يعني الحضور ديالهم معنا وعلى التعليمات ديالهم، وكنشكر السيد القائد يعني قائد ديال المنطقه، كنشكروا يعني جزير الشكر على يد العون ديالو معنا. وكيف ما كتشوفوا المنطقه يعني الناس ديال السكان ديال المنطقه الدوار وكوك راه الحمد لله يعني فرحانين، والناس اللي كما تتشوفوا راه يعني جبل يعني منطقه نائيه اللي فيها واحد العدد ديال الامراض، وراه الحمد لله استفدوا الناس، ويعني كاينين الاطباء يعني اختصاصيين يعني في هذا الطب هذا، وكاين لي فورماسيان يعني بالادويه، ويعني المسائل يعني كل شيء دازت مزيان بخير وعلى خير. وكنشكركم مره اخرى يعني مغربيه بريس على هذه الاستضافه. احنا اليوم جينا لجماعه توامه هنايا بشراكه مع جمعيات اخرى باش نضموا قافله طبيه وانسانيه اللي كنديروا فيها استشارات طبيه في مختلف الاختصاصات، والحمد لله كل شيء غادي على احسن ما يرام، والساكنه فرحانين بهذه البادره خصوصا في هذه الظرفيه الحاليه. اليوم كيف ما تتشوفوا جينا قررنا اننا بالتعاون مع جمعيه هوب دريم ان اللي تابعه لجامعه مونديابوليس اننا ننظموا هذه القافله الطبيه اللي غادي يستفد منها الساكنه ديال هذا الدوار هذا. كيف ما تتعرفوا حنايا في
في متم ديال الشتاء، وكما تشفتوا كذلك أن بلادنا عرفت واحد التساقطات مطرية وثلجية هامة جدا، وساكنة للأسف الشديد تتعاني هنا من هذه المنطقة، تتعاني بزاف من هذه الوضعية هذه. لذلك قررنا على أنه في إطار تخفيف من المعاناة من ديال هذه الساكنة هذه أننا نقوم بهذه المبادرة، ونتمنى إن شاء الله على أننا نتم عاوتاني بمبادرات أخرى بإذن الله. إلا جاو عندنا الجمعيات، يعني كنشكرهم على هذه المبادرة القيمة. كنشكروا جمعية أمل أوكوك أولا، وكنشكروا هذه الجمعيات اللي جاو عندنا، يعني قافلة اجتماعية وإنسانية وقافلة طبية، يعني متكونة من 4 تخصصات. يعني كنشكروهم على هذه المبادرة القيمة، وكنشكروا السلطات المحلية يعني اللي ساندونا ووقفوا معنا في هذه المبادرة القيمة.